أهلا بكم مشاهدينا. طرحت أحداث ميدان العباسية والصدمات التي وقعت بالأمس بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة العسكرية تساؤلات عديدة عما إذا كانت هذه الأحداث أو هذا الحدث بالتحديد سيلقي بظلاله على المرحلة الانتقالية وما تبقى منها، والذي من المفترض أن تنتهي في 30 يونيو القادم، وما إذا كان ستلقي أيضا بظلالها على المشهد السياسي العام في البلاد وعلى الأزمة ما بين البرلمان وما بين حكومة الجنزوري والمجلس العسكري من جهة أخرى. حول هذا الموضوع سنتحدث مع اللواء عادل القلة رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب. أهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا. سيادة اللواء، بداية، هل ترى أن أحداث الأمس ستؤثر على المرحلة الانتقالية، ما تبقى من المرحلة الانتقالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأحداث التي حدثت بالأمس لن تؤثر على المرحلة الانتقالية وتوقيتها والبرنامج الزمني وخريطة الطريق التي وضعت من قبل، لأن القوات المسلحة قد أنهت الاعتصام بالأمس وأنهت تواجد المتظاهرين حول وزارة الدفاع، وبالتالي إن إحنا عندنا فرصة إن إحنا نبدأ من اليوم أن نستعيد نشاطنا السياسي والحزبي والانتخابي لنواصل العملية الانتخابية لنأتي برئيس جمهورية منتخب في بعد 20 يوم، وبالتالي تستكمل المرحلة الانتقالية وتنتقل السلطة من الحكم العسكري أو حكم المجلس العسكري إلى الحكم المدني لرئيس جمهورية منتخب. ما حدث بالأمس قد أثر فعلا على الحالة السياسية والمزاجية العامة للقوى السياسية والأحزاب، وإن زيادة التوتر بين المجلس العسكري وبين القوى السياسية هذا لن يفيد مصر وسيكون في غير صالح العملية الديمقراطية. هناك مصادر صحفية ذكرت أن نيابة شرق القاهرة العسكرية أصدرت قرار بضبط وإحضار بعض الشخصيات لأنهم قاموا بالتحريض، أو يعني سيوجه إليهم تهم التحريض أو التورط في أحداث العباسية، منهم شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأيضا خيرة الشاطر وشيخ حسن أبو الأشبال، هو أحد شيوخ الدعوة السلفية، والناشطتان نوار النجم وأسماء محفوظ. إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الخطوة من جانب المجلس العسكري بتوسيع الاتهامات إلى شخصيات بعينها؟ ولماذا المهندس خيرة الشاطر أيضا ضمن هذه المجموعة؟ أنا أتوقع أن دي مجرد يعني استدعاء لمواصلة التحقيق، لأن التحقيق بالأمس اتضح أنه سيشتمل على عناصر كثيرة قد اشتركت في إبداء الرأي في هذا الموضوع، فأنا لا أعلم ماذا تقصد النيابة العسكرية بهذا، وهل هناك أدلة قاطعة عندها لاتهام هؤلاء أم لا. أنا بقول إن إحنا ندع الفرصة، يعني تهمة التورط والتحريض، يعني التورط تهمة لكن التحريض قد تشمل حتى شخصيات وأسماء على تويتر مثلا. طبعا التحريض بتشتمل على شخصيات كثيرة، وبعدين ده مجرد تحقيقات، وهم لما يستدعوا للنيابة العسكرية هيبقى مجرد إن هم بيقولوا أقوالهم، وبعد ما يقولوا أقوالهم بتتم إعلان نتيجة التحقيقات على الجميع. فإحنا دي ما ناخدهاش خطوة للتصعيد، ولكن خطوة لاستكمال التحقيقات علشان يطلع للشعب بيان بمن هو المتسبب ومن هو المحرض على ما حدث بالأمس، لأنه أساء إلى الشعب. ما حدث بالأمس أساء إلى الشعب المصري كله، أساء إلى الشعب. أعود إلى هذه النقطة، ولكن بعد هذه المداخلة من الدكتور أحمد عبد ربه مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور أحمد، هل ترى أن هذه المواجهات التي حدثت بالأمس في العباسية، أننا الآن بعد هذه المواجهات بصدد مرحلة جديدة في المواجهة بين المجلس العسكري ومنتقديه؟ يعني أنا أعتقد أن هذه المواجهات التي حدثت بالأمس هو نوع من أنواع جس النبض من كل الأطراف لما سيكون عليه الوضع بعد تسليم السلطة. يعني أنا أقرأ الموضوع بشكل مختلف، أنا بعتقد أنه فرص إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ما زالت عالية، ولكن الجيش أو المجلس على القوات المسلحة من ناحية، والإخوان والقوى الإسلامية من ناحية، الأطراف الليبرالية من ناحية أخرى، هي بسيم النبض فيما سيكون عليه الوضع بعد المرحلة
الانتقالية. هناك أيضا أكثر من 17 استجوابا في انتظار الحكومة، وبالتالي هل تعتقد أننا مقبلون على مرحلة أكثر احتقانا على المستوى السياسي؟ طبعا أنا بعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد نوع من أنواع الشلل السياسي التام. لا أعتقد أن الحكومة ستستطيع أن يعني تعمل بشكل طبيعي، لأنها تعمل في جو من عدم الثقة من قبل مجلس الشعب. مجلس الشعب أو الأغلبية الحزبية داخل المجلس لا تثق على الإطلاق في الحكومة، وأعتقد أنها ستستخدم كل الوسائل، أي مجلس الشعب سيستخدم كل الوسائل القانونية الممكنة من أجل وضع أكبر عدد من الاستجوابات أمام الحكومة وطلبات الإحاطة إلى آخره. وأنا بعتقد بشكل عام يعني إذا ما تحدثنا عن الجو الذي سيصوت فيه الناخب المصري في نهاية هذا الشهر أو حتى مع الأسبوع القادم، لأنه كما تعلمي حضرتك المصريون في الخارج سيبدأون عملية التصويت في 11 من الشهر الحالي. في ظل هذا الجو من الاحتقان، عادة التصويت يكون على الأطراف، بمعنى يكون أقصى اليمين أو أقصى اليسار ولا يكون في منطقة المنتصف. وأنا بعتقد أن أي صدام قادم بين القوى الثورية وبين المؤسسة العسكرية سيصب في صالح المرشحين المحسوبين على النظام السابق. هذا ما أقرأه بشكل مبدئي. نعم، دكتور أحمد عبد ربه مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة كنت معنا عبر الهاتف، وأشكرك جزيل الشكر. أعود إليك سيادة اللواء عادل القلة، رؤيتك فيما حدث بالأمس، من من وجهة نظرك خسر ومن كسب من 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 هذه الأحداث بالأمس؟ الذي خسر بالأمس هم القوى الإسلامية السياسية التي كانت التي لها مرشحين. المرشحين كان لهم زخم ولهم تواجد في الشارع المصري، ولكن لماذا نعيب أو نتهم القوى الإسلامية على الرغم من أن هناك تيارات عديدة ومختلفة كانت موجودة بالأمس في العباسية؟ الإعلام والأحداث أكدت أن الدعوة للمليونيات والدعوة لاستمرار الاعتصام والدعوة لكل ما حدث بالأمس صدرت من القوى الإسلامية. احنا يعني انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل اللي كانوا موجودين في ميدان العباسيه منذ اسبوع اعتصامهم، هل هؤلاء لا نعرف من ينتموا الى من؟ نعرف، ولكن الشعب المصري، ولكن الجميع يرى ان الموضوع بدا بانصار الشيخ حازم ابو اسماعيل، ولكن انضم اليهم تيارات مختلفه. تمام، التيارات انضمت اليهم، ولكن تم الدعوه الى مليونيه بالامس، مليونية يوم الجمعة. طب ولكن إذا نظرنا برضو إلى ما حدث بالأمس، جماعة الإخوان المسلمين التزمت ميدان التحرير. تمام. ولم تذهب إلى ميدان العباسية. حزب النور لم يذهب أصلا لا لميدان التحرير أصلاً ولم يشترك. طب وبالتالي لماذا نعتقد أن من خسر بالأمس هي الأحزاب السياسية؟ لسبب، لأن تزكية الخلاف جاءت من تواجد مليونية في ميدان التحرير. تواجد المليونية في ميدان التحرير أعطت ضوء أخضر لمن هم في العباسية ليزداد الصراع والتأجيج المشاعر بينهم وبين أفراد الشرطة العسكرية الموجودين هناك. إزاي أنا بتواجد في ميدان التحرير أعطيت نوضح هذه الفكرة بس للمشاهد. هل القوات المسلحة سعت إلى الاشتباك وسعت إلى الاشتباك؟ دعنا نعود إلى هذه النقطة التي ذكرتها بأن من كان متواجد في ميدان التحرير أعطى الضوء الأخضر لمن كانوا متواجدين في العباسية. إزاي؟ من كان متواجد في ميدان التحرير كان يدعو القوى الموجودة في العباسية بالتواجد في ميدان التحرير، فإزاي هو أعطاه الضوء الأخضر؟ القوى التي كانت موجودة في ميدان التحرير، وجودها والمليونية في هذا اليوم، ومعروف أن في ناس معتصمة في ميدان العباسية، اعتصامهم زاد تشدداً، وبالتالي زاد تأجيج الموقف، وبالتالي بدأت الاشتباكات بينهم وبين أفراد القوات المسلحة. الاشتباكات التي حدثت دي لو لم تحدث اشتباكات بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، هل كان حدث ما حدث بالأمس؟ لم يكن حدث. احنا بنقول ان كان يجب على القوى الإسلامية ان هي ما تدعوش لمليونية بالأمس. هي دعت الى مليونية في ميدان اليوم التحرير. هذا اليوم بيشهد فترة إعداد الانتخابات القادمة. ننطلق للمحافظات وللقرى وللمدن
ونواصل الدعايه الانتخابيه بدلا من التواجد في ميدان التحرير. برضو لماذا تنتقد التيارات الاسلاميه على الرغم انها لم تتواجد في ميدان العباسيه؟ لانها لم تاخذ القرار، لم تاخذ القرار الصائب والصحيح. وما هو القرار الصائب من وجهه نظرك؟ الصائب والصحيح ان بالامس لم يكن هناك داع لاي مليونيات ولا في العباسيه ولا في التحرير. وفي العباسيه الاعتصام يكون في مكان محدود حسب ما هو كان موجودا طوال الاسبوع الماضي. طب ده كده المجلس العسكري نفسه كان بيقول للمتظاهرين اذا اردتم التظاهر والاعتصام فلديكم ميدان التحرير. ما هو لديهم ميدان التحرير وتراكم في العباسيه. المعتصم من حقه دستوريا ان يعتصم في اي مكان، والمتظاهر يتظاهر في اي مكان دون التاثير على حقوق الاخرين. المعتصمين في ميدان العباسيه تطور وضعهم الى مشاحنات واشتباكات مع افراد الشرطه العسكريه. هل هؤلاء، هل الاشتباكات دي مش هي السبب فيما حدث بالامس؟ لو لم يكن لو ابتعدوا عن وزاره الدفاع. وزاره الدفاع في اي دوله في العالم لا يتواجد عندها ولا يشتبك معها ولا يهاجمها احد. ده موجود في جميع دول العالم على مر التاريخ. هل هذا الاعتصام والمظاهره التي كانت موجودة بالأمس في ميدان العباسية مبرر لهذا التعامل القوي من جانب الشرطة العسكرية ضد المتظاهرين؟ المظاهرة التي كانت والاعتصام الذي كان بالأمس في ميدان العباسية كان يدعو للاشتباكات، وكان يدعو للتناحر، وكان يدعو للمبادئة بحدوث اشتباكات بين الطرفين. انظري في الساعة 9 صباحا كيف كان حال المتظاهرين والمعتصمين. تحولوا من اعتصام سلمي داخل ميدان العباسية إلى محاولة الزحف إلى وزارة الدفاع. ده بالأمس هو في ده كان عنوان المليونية أصلاً شائكة. ده المليونية أصلاً كان عنوانها بغض النظر عن العنوان، الزحف بغض النظر إلى وزارة عن الدفاع. كان هناك أسلاك شائكة ما بين قوات الشرطة وما بين المتظاهرين. إذا هو بالتالي لم يتحقق أصلاً الاقتراب من مبنى وزارة الدفاع. الاقتراب بالأمس كان هناك اقتراب من مبنى وزارة الدفاع لأقل مسافة ممكنة بعد نفق العباسية. وهذه المنطقة منطقة عسكرية ومعظم منشآتها عسكرية. بعد جامعة عين شمس مباشرة هناك وزارة الدفاع. أنا إزاي أقترب من وزارة الدفاع وأبدأ اشتباكات مع أفراد القوات المسلحة وأطلب منهم عدم الدفاع عن النفس؟ طيب أستكمل، ده منطق يعني أستكمل معك هذا، ما يستقيمش مع الواقع والمنطق. أستكمل معك هذا الحوار، ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير الذي سينضم معنا فيه الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، ابقوا معنا. عارف أنا على طول بشوفك في كرسيك الفاضي على القهوة، الكتاب اللي كنت بتقراه ووصلت لنصه ما كملتوش، الشوكولاتة اللي بتحبها فضلت على الرف عشان انت ما اشتريتهاش، موبايلك اللي ما بطلش رن بس انت ما ردتش عليه، بشوفك في تذكرة السينما اللي فضلت لوحدها في دفتر تذاكر عشان انت ما قطعتهاش، في نضارتك اللي اتكسرت وما صلحتهاش، مضرب التنس الجديد اللي ما لعبتش بيه، ساعتك اللي ما فرقش معاها الا باقي التوقيت، وسبحتك اللي انت وحشها، في دبلتك اللي في اليمين وعمرها ما تتنقل للشمال، في كوفيتك اللي لسه الدم عليها بس احنا ما غسلناهاش. عارف أنا بشوفك في أحلى حاجة في مصر، حتى لو ما بقتش معانا محدش هيقدر ياخد مكان. أرسل وشارك بآرائك حول القضايا الهامة، سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشرة. رأيك قد يصنع قرار. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الجزيرة مباشرة، رسائلكم إلينا إثراء للحوار والنقاش وتبادل الأفكار.
وللمحافظة على تفاعل بناء بحوار راق، فإننا ننوه للتالي: لا يمكننا عرض أي رسائل نصية تريد فيها كلمات نابية أو تلميحات عنصرية، تهجم شخصي سواء على شخصيات عامة أو مشاهدين آخرين، رسائل تنتهك القانون أو تشجع على انتهاكه، رسائل تحمل إعلانات تجارية أو حسابات مصرفية. شد الحيل كل اللي تتمنيه عندي يا مصر، ملوي قلوبنا الخيل وحلمينا ورد مندي يا مصر، يا مصر قومي شد الحيل كل اللي تتمني والله عندي لا القهر طويل ولا البيت. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، نستكمل هذه الفقرة عن حول ما كانت أحداث العباسية ستؤثر على ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بعد أن انضم إلينا الدكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة. أهلا بك. أهلا وسهلا. وأرحب بك مرة أخرى اللواء عادل القلة رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي عضو مجلس الشعب. أهلا بك مرة أخرى. أهلا. دكتور محمد، نبدأ من السؤال الأعم، وهو هل يمكن لهذه الأحداث التي جرت بالأمس وكانت هي أحداث ساخنة من الدرجة الأولى، هل يمكن لها أن تؤثر على ما تبقى من المرحلة الانتقالية أو تغير من الجدول الزمني المحدد من قبل جميع الأطراف السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذه المجزرة التي حدثت بالأمس رغم كل الآلام والجراح، إلا أنني يعني أتعشم أن تكون هذه المجزرة تؤرخ لنهاية مرحلة، نهاية مرحلة حكم المجلس العسكري، بل ونهاية مرحلة ما تبقى من النظام البائد الفاسد المستبد، وأن يسترد الشعب المصري ثورته لتحقيق أهدافه ومبادئه. يعني أتعشم هذا جيدا. وهذه طبعا المجزرة هي سلسلة يعني حدثت في الماضي ضمن سلسلة دفع الشعب المصري فواتير كثيرة جدا من دمه وروحه، بداية من مجزرة معركة الجمل ومسبيرو ومحمد محمود وكل هذه المجازر، والتي انتهت بالأمس. كل هذه المجازر في الحقيقة يعني تضعنا أمام سلسلة من النتائج والدلالات. النتيجة الأولى هي استمرارية عجز المجلس العسكري في والحكومة معا في ضبط الأمن والسيطرة على البلطجية وعلى المأجورين، وهذا يعني يضعنا أمام دلالات وشواهد. هل المؤسسة العسكرية يعني تملك بما لديها من أجهزة مخابراتية ومن أجهزة معلوماتية لا تملك المعلومات الكافية للسيطرة على هؤلاء المأجورين؟ فإن كانت يعني تملك، وهذا هو الأعم الغالب، فلما يعني لا تتحرك سريعا للسيطرة على هؤلاء ولضبطهم ولمحاسبتهم ولكشف الغطاء كاملا أمام الرأي العام؟ وإذا كانت يعني لا تمتلك، وهذا يعني لا أعتقد أنه صحيح لأنها عندها أجهزة مخابراتية ومعلوماتية كثيرة جدا، فنحن أمام كارثة حقيقية بالفعل. دكتور محمد، البعض يحمل الحركات الإسلامية المسؤولية فيما حدث بالأمس، هل أنت ترى ذلك؟ هذا غير صحيح تماما. يعني أولا، نحن أعلننا أننا سنفعل كل ما لدينا من فعاليات سواء في البرلمان أو في الميدان، وخاصة بعد أن وجدنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط بإدارة شؤون البلاد يعرقل حقيقة سير المرحلة الانتقالية، ويضع أمامنا العقبات في البرلمان
وفي الشارع وفي أمور كثيرة جدا، ولكن ويفرق القوى السياسية نعم مجتمعة نعم ولكن عن بعضها البعض يلوم عليكم. ثم بعد ذلك يدعوها للتقارب. وجدنا الحقيقة أننا أمام سياسة لم نتعودها من قبل من السلطة المنوطة بشؤون البلاد، وبالتالي لا كان ولا بد أن نفعل كل الميادين في الشارع وفي كل في تفعيلكم لهذه الميادين. بالأمس رفعتم شعار تغيير المادة 28 التي يعني كنتم راضين بها منذ أكثر من عام، فلماذا الآن ولماذا بالأمس تذهبون وترفعون نفس الشعار على نفس المادة التي وافقتم عليها؟ أولا نحن وافقنا على المادة 28 في البرلمان مضطرين، وقلنا أن هذه المادة بها عوار واضح تماما، ولذلك اجتهدنا أن يعني نخفف من وطأتها بتعديل المادة 30 و 38 من القانون الرئاسي. يعني إيه مضطرين يا فندم؟ يعني إيه وافقتوا مضطرين؟ يعني نحن نحرص كل الحرص على أن تقل المرحلة الانتقالية بقدر الإمكان وأن تسلم السلطة لرئيس مدني منتخب. ماذا جد؟ وهذه المادة هذه المادة بس أوضح لحضرتك هذه المادة تم استفتاء الشعب المصري عليها، ولكي يعاد النظر فيها لابد من استفتاء الشعب المصري مرة ثانية، وهذا سيطول المدة الفترة الانتقالية. ولذلك إحنا قلنا يعني نستعين بتحصين العملية الإجرائية في نزاهة الانتخابات بأن احنا نحصن اللجان الفرعية واللجان العامة عبر أن تعرض عملية الرصد والفرز أمام المندوبين وأمام كافة مؤسسات المجتمع المدني والأهلي. كنا نعالج المسألة بهذه الطريقة من أجل الوصول سريعا إلى نهاية المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة في 30/6 بالفعل. طب ما الذي تغير؟ الذي تغير المراوغات التي وجدناها من المجلس العسكري. أين المراوغات؟ قبل أمس فقط يعني بالقريب جدا والمشاهدات الأخيرة المجلس العسكري أكد مرارا وتكرارا بأنه سيسلم السلطة حسب الجدول الزمني، بل وذهب إلى ما هو أبعد، قال أنها سيسلم السلطة في 24 من شهر يونيو إذا تم انتخاب. يعني هل المجلس العسكري في حاجة أن يؤكد لنا هذا مرارا وتكرارا كل مرة بعد أن يدفع الشعب المصري سلسلة من دمائه ومن دماء أبنائه؟ يعني طيب. يؤكد عقب كل مرة لا يتم التأكيد على ذلك إلا بعد النزول إلى الميادين. طيب وإلا بعد طيب أن طيب و... قبل الميادين تعليق سيادة اللواء. وهناك فرق بين الأقوال والأفعال. يعني المجلس العسكري لم يفرق القوى السياسية، بعض الأحزاب وبعض القوى السياسية في ذات الأغلبية في البرلمان هي التي دعت إلى ذلك. احنا اجتمعنا مع المجلس العسكري أكثر من 12 مرة، في خلال المرات دي كان كل القوى السياسية والأحزاب بتحضر. آخر اجتماع ما هو الداعي لأن لا تتخلف حزب الحرية والعدالة وبعض الأحزاب السياسية عن الحضور في المجلس العسكري؟ أثاروا إشاعات أو أقاويل بأن المجلس العسكري بيدعونا إلى إطالة فترة المدة الانتقالية، وهذا غير صحيح وهذا افتراء على المجلس العسكري ولم يحدث. المجلس العسكري في الاجتماع لم يطلب منا ذلك. المجلس العسكري طلب استفتاء قبل رئيس الجمهورية. المجلس العسكري طلب تسليم السلطة فورا ويريد أن يتركها أمس قبل الغد. المجلس العسكري قال اعملوا الدستور في الشعب والشورى وانتوا اللي تعملوه وانتوا اللي تعملوا اللجنة التأسيسية وهاتوا لي الآلية وانا وافق عليها. بعدين انتوا ما تقولوا كل اللي انتوا عايزينه وانتوا اللي توافقوا مجلسي الشعب والشورى هم اللي يختاروا اعضاء اللجنة التأسيسية طبقا للإعلان الدستوري. المجلس العسكري قال ان الفترة الانتقالية الباقية لا تزيد عن 20 يوم نتحملها بدون مليونيات وبدون مظاهرات وبدون اعتصامات ونلتفت إلى الانتخابات. من هو الذي التفت ترك الانتخابات وتواجد في التحرير؟ أنا أفكر حضرتك بنقطة مهمة جدا في الانتخابات البرلمانية. في الانتخابات البرلمانية حزب الحرية والعدالة، وأنا من ضمن التحالف الديمقراطي تبع الحزب الحرية والعدالة أصلا في انتخابات الشعب. حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية رفض المليونية في التحرير وقال نذهب إلى الانتخابات في المحافظات ونلتفت إلى الانتخابات. الآن هناك انتخاب رئيس جمهورية بعد 20 يوم،
أترك انتخاب رئيس جمهورية والدعاية له في المحافظات وأتواجد في التحرير. طب من هو لديه وجهة نظر وهي من الذي يقول هذا؟ فقط بمثل هذا الضغط الذي حدث بالأمس وغيره من مظاهرات. لا لا, لا الضغط ما كلوش داعي. تحققت مكاسب الثورة طوال العام الماضي ولولا هذا الضغط لما تحقق أي شيء في اتجاه الثورة. أهداف الضغط بالأمس إيه؟ ما هو بيقول هترك السلطة وبيقول اعملوا انتخابات زي ما انتوا عايزين وبيقول ان المادة 30 اللي احنا غيرناها في مجلس الشعب هتعالج 28. كويس الهدف من الضغط دكتور محمد في هذا التوقيت. اولا المجلس العسكري باطنه يختلف عن ظاهره تماما وعندنا شواهد كثيره جدا. لا بعد اذن حضرتك. لا لا, 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 لا احنا امام شواهد. اولا المجلس العسكري يعلن الشواهد. يعني مثلا المجلس العسكري على لسان السيد المشير او الفريق عنان قال لابد من الانتهاء من الجمعية التأسيسية, في حين أننا عندنا أدلة كثيرة جدا كان صاحب الضغط الرئيسي فيها على تفريق الجمعية التأسيسية في بدايتها. ويعني ثم قال حكم قضائي تفريق الجمعية التأسيسية دكتور محمد كان بناء على انسحابات كثيرة جدا اعتراضا على هو الذي ضغط كان من الذين يضغطون على بعض التيارات المختلفة. هل ضغط على القضاء؟ التيارات المختلفة. رد على هذا السؤال, هل ضغط على القضاء؟ هل ضغط على الأزهر؟ هل ضغط على الكنيسة؟ حكم قضائي. نعم. والدكتور سعد ضغط على هؤلاء؟ ضغط. أستاذ الدكتور سعد كتبني. أرد على حضرتك. يعني أولاً المجلس العسكري ألم يعني هو القائل إن لابد من الانتهاء من الجمعية التأسيسية, لن نسلم السلطة للرئيس مدني منتخب. طيب ولم تتفق لا 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 إلا, إلا لا 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 قال هذا كده. قال هذا الكلام بطريق غير مباشر. لا المشير طنطاوي ثم لا أنا هقول لحضرتك حقائق أمام الشعب. المشير طنطاوي قال أنا وجهة نظري إن الرئيس اللي يجي ما يجيش على الإعلان الدستوري اللي احنا عاملينه, يجي على استفتاء دستور الشعب اللي موافق عليه. طيب ثم أردف قائلا لن نسلم السلطة إلا بعد الانتهاء من الدستور. مالهاش. لا دي جملة جديدة خالص. سيدي كل الإعلام دكتور محمد وكل الناس قالوا هذا الكلام. دكتور محمد نحن نحكم على آخر التصريحات على الأقل من المجلس العسكري. هو قال أنه إذا لم يتم عمل الدستور سيأتي الرئيس الجديد يعني بالإعلان الدستوري المكمل الذي سيطرحه المجلس العسكري. وبالتالي ما أنا عايز أقول أن هذه ليست مشكلة. ما هو أنا عايز أقول بقى أن فعلا المجلس العسكري فعلا يرضخ ويلتزم ولكن بعد يعني أن تسال يعني كمية من دماء المصريين في كل مرة يعني يتعهد في المؤتمر الصحفي بالأمس بأنه هو سيسلم السلطة وأنه هو في 30/6 وان الانتخابات الرئاسيه ستتم في موعدها وان هو لا يريد وضع خاص ومع ذلك نزلتم الى ميدان التحرير هذا ما نتمناه ولكن ما احنا ننزل الميدان لاننا المجلس العسكري هو الذي وقف امام البرلمان المصري هو الذي اتصل بالبرلمان المصري الم يتصل السيد اللواء ممدوح شاهين برئيس المجلس قائلا له اننا امام بصدد تغيير جزئي للحكومه دكتور محمد وتقريب وجهات النظر بين الحكومه والبرلمان ثم وجدنا النتيجه غير ذلك تماما ثم جاء اللواء ممدوح شاهين في المؤتمر الصحفي ويعلن ان ليست هناك مشكله وان المساله في يد المجلس العسكري. طيب. وهو الذي وهو المنوط بكذا وكذا. دكتور محمد. نحن امام مشهد ملتبس من المجلس العسكري هو المنوط بإدارة طيب. بعيدا عن هذا المشهد الذي ترى ملتبس, انتم ايضا في البرلمان علقتم الجلسات في وقت ما احوج البلاد الى مجلس الشعب فيها. كنا ناقشنا الدستور. نحن علقنا اولا علقنا جلسات البرلمان رد فعل على ما حدث من هذه الحكومة المستهترة التي لم تحترم البرلمان. ولكن بهذه الحركة هل تعاقب الحكومة أم تعاقب الشعب اللي انتخبك وجابك احنا البرلمان؟ لم نعاقب الشعب لأننا سنبدأ غدا إن شاء الله وهو كل الذي تم جلسة واحدة فقط. أما جلسات اللجان النوعية يعني تعمل بجد ولم تتأخر عن عملها قط لا الأسبوع الماضي ولا من الغد إن شاء الله. لكن احنا وجدنا أن الحكومة لم تحضر. ما معنى أن هنناقش إزاي أمام الشعب المصري سواء طلبات إحاطة أو استجوابات أو مطالب الشعب المصري في غياب الحكومة, سواء تشريعات لابد من أن تكون الحكومة موجودة, أعمال رقابية لابد أن تكون الحكومة موجودة. ممكن نترك المجال للواء عادل. الدكتور محمد بيقول المذابح التي حدثت بالأمس كم قتيل
13 واحد 13 منين منين انا بتكلم على اول منين؟ امس من بدايه المسألة 13 من قوات مسلحة وكم مصاب 170 نصفهم منين من قوات مسلحة انا مش اغلب من انا مش في انا في حل من الدفاع عن قوات مسلحة قوات مسلحة لها لا من يدافع عنها بس انا رجل سياسي بقول بانصاف لان الشعب المصري في مرحلة عصيبة جدا مرحلة بيستعد للانتخابات ويجد من يلتفت الى المجلس العسكري قال والمجلس العسكري قال من يلتفت للانتخابات ما ردك يا سيادة اللواء ما ردك انت حينما نحن نتصل على قيادات الداخلية وعلى قيادات في المجلس العسكري ونقول لهم ان هناك ونبين لهم بالأدلة ان هناك سيارات ستدخل بالأسلحة البيضاء وبالرشاشات و و و ولم يفعلوا شيئا هذه مسؤولية من؟ هل أنتم فعلتم شيء في البرلمان؟ وفجأة نجد أن المجلس العسكري طوق المكان بالكامل إذن هو حينما يريد أن يأتي الأمن يأتي الأمن حينما يريد أن تحدث معارك تحدث معارك إذا كانت لديكم هذه المعلومات الحقيقة دكتور محمد إذا سمحت مش هينفع الحوار كده يعني إذا كانت لديكم هذه المعلومات أنتم أعضاء في البرلمان لماذا لم تبادروا بالقول للمعتصمين والمتظاهرين وتحذيرهم أو حتى تواجدكم معهم كان يكفي نحن قلنا لهم أولا نحن قلنا أن مكان وزارة الدفاع هو المكان الخطأ وإن كان من حق أي أحد أن يعتصم في أي مكان شاء وعلى فكرة ألم يسمح المجلس العسكري وأنا أقول هذا الكلام لسيادة اللواء لبقايا النظام البائد أن يجتمعوا في ميدان العباسية دعنا لا نخرج من هذه ويدعموا رجال المخابرات إلى هذه يعني هو يعني المجلس العسكري هو الذي سمح في الشهور الماضية أنا ضد الذي سمح في الشهور الماضية يبدو التظاهرات محمد يبدو في ميدان الحوار في العباسية يبدو من الحوار وكأن الإخوان نزلوا بالأمس لتصفية حسابات مع المجلس الموضوع لا علاقة له بالمتظاهرين في العباسية لا نصفي حسابات ولا التضامن معهم لا 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 هذا غير صحيح نحن لا نصفي حسابات لأن المجلس العسكري بيبدو نحن قلنا منذ 3 أسابيع بعد أن رفض المجلس العسكري إقالة الحكومة وبعد أن رفض البرلمان بيانها قلنا أننا سنفعل الميادين وهذا من حقنا كحزب بقى سنفعل الميادين مع البرلمان وهذا ما تم نزلنا المليونية اللي هي قبل الماضية والمليونية الماضية كنا في المحافظات والمليونية اللي بالأمس كنا في ميدان التحرير ولم يذهب أحد منا ورئيس حزبنا وأعلننا أننا لن نذهب إلى ميدان العباسية بل كنا ندعو المتواجدين في العباسية أن يعودوا إلى ميدان التحرير لأن ميدان التحرير هو الرمز طيب. الذي يجب أن ننطلق منه جميعا فنحن حريصين على إعادة اللحمة بين كل القوى السياسية طيب. وعلى الهدوء وعلى وليس بيننا وبين المجلس العسكري خصومة شخصية ولا أي شيء إطلاقا لماذا يصر المجلس العسكري على البقاء على حكومة الجنزوري رغم كل الأزمات التي حدثت بسبب بقاء هذه الحكومة التي هي في نظر الكثيرين أنا عايز إجابة صريحة على هذا ولم تقدم الكثير للشعب المصري أنا المجلس مما يحزنني أن من يحضر اجتماعات المجلس العسكري من السادة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية لا يقول الحقيقة خارج الاجتماعات لا يقول ما حدث داخل الاجتماع حقيقة ولكن يقول عكسه تماما بمعنى المجلس العسكري عندما وجه له انتقاد وأنا شخصيا أنا وجهت هذا الانتقاد وقلت لما نترك حكومة الجنزوري رغم أن المجلس الشعب كلنا رافضين لبيان الحكومة طيب. وأنا أول من رفض بيان الحكومة ومع ذلك كان رد المجلس العسكري باقي كم يوم باقي 22 يوم في 22 يوم علشان احنا لكن هي الازمه ما بين البرلمان وبين الحكومه هو المجلس العسكري لا 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 فائده من وراء يعني وبقاء الحكومه للمجلس العسكري المجلس العسكري هيبقى على الحكومه ليه بيقول ان هو ده السؤال لماذا 22 يوم لما يقيل حكومه الجنزوري النهارده ويبدا يشكل وزاره جديد وتيجي وزاره ويجي رئيس الوزراء يقول نجيب ده وده يقول نجيب ده والشارع يقول كذا والميدان يقول لا فلان غلط فلان كذا اذا اين المده اللي احنا هنقضيها في استعداد للانتخابات احنا عندنا انتخابات رئاسيه استحقاقات رئاسية ده الامريكان بيستعدوا للانتخابات الرئاسيه من قبلها بسنه ونص بيقعدوا يعملوا استعداد للانتخابات طيب. احنا فاضل 20 يوم طيب هنقضيها في حكومه الجنزوري كويس. ولا نقضيها في الاستعداد لرئيس جمهوريه قادم سؤال دكتور انا هقول لحضرتك نقطه مهمه جدا ثوره 25 يناير المجيده اللي هي اعظم ثوره في التاريخ كان من ضمن اهدافها ايه تغيير النظام مش حسني مبارك بس تغيير كل نظام حسني مبارك
مين اللي هيغير المحافظات المحافظين ويغير رؤساء الشركات ويغير الوزراء ويغير الناس دي كلها؟ رئيس الجمهوريه المنتخب. اذا نتحمل لغايه ما يجي رئيس جمهوريه منتخب عشان ينفذ بقيه اهداف الثوره. دعنا نرد على هذه الدكتور محمد. باقي يعني 20 يوم على هذه المرحله وتنتهي. مجلس عسكري مش انا عايز اقول انا عايز اقول لسعاده الدكتور محمد. ناقض نفسه في الاخر لان دلوقتي احنا اهداف الثوره كان تغيير ايه يا سعاده اللواء؟ النظام كله. النظام كله. هل تغير النظام ام راس النظام؟ المجلس العسكري مش ما زال النظام متجذر في كل قطاعات الدوله. اي ثوره في العالم وبالتالي يا سيدي نسمعه يعني ما زال النظام وهذا حجم المعاناه التي يعانيها الشعب المصري الان. ان النظام كما هو تماما وكان المجلس العسكري المنوط باداره شؤون البلاد يحافظ هو يحافظ بيده الكثير. يعني حكومه الجنزوري بقى لها 5 شهور ونص دلوقتي موجوده. يعني مهمتها الأولى إن هي كانت تطهر هذه الـ 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 الوزارات مما فيها من فساد. وإن تعرض علينا حتى الحقائق على الشعب تقول عندي كذا وعايز أعمل كذا إنها لكنها لم تفعل ذلك تماما. دكتور محمد فوجدنا وبالتالي سؤالي الأخير لك ما هي السيناريوهات المتوقعة في الفترة القليلة القادمة؟ هل مزيد من الاحتقان أو ربما انفراجة؟ لا أولا نحن لا يسعى أي عاقل في هذا البلد لمزيد من الاحتقان. ولكنني أقول نحن لابد يعني إحنا أمام حتمية لوضع استراتيجية جديدة لإدارة هذه المرحلة المتبقية نتحرك فيها من سياسة رد الفعل إلى الفعل ومن سياسة العمل بالقطعة إلى سياسة العمل الكلي الشامل ومن سياسة العمل الفردي على الأرض إلى سياسة العمل الحركي العملي في كل ميادين الشارع. ونحن أيضا في حاجة إلى عودة روح ثورة 25 يناير بما تحتويه من عزيمة وإرادة وبما تحتميه من لم شمل كل القوى السياسية إخواننا كلهم. ويعني حتمية مصير هذه الأمة وإرادتها. نعم. هذا ما نريده في المرحلة نفس القادمة. نفس السؤال لك لواء عادل. المرحلة أنا القادمة أنا أوجه كلامي لحزب الحرية والعدالة حزب الأغلبية. نعود بالمبادئ اللي حزب الحرية والعدالة وضعها في بعد ثورة 25 يناير مباشرة وبعد خلع حسني مبارك ومغادرته للسلطة. حزب الحرية والعدالة قال إيه؟ المشاركة للمغالبة. أين هي الآن؟ تغليب المصلحة الوطن على المصالح. هل سيحدث ذلك من وجهة نظرك في الفترة القادمة؟ أين هي الآن؟ أنا بقول نعود إلى هذه المبادئ اللي تجمعنا عليها تحالف ديمقراطي من أجل مصر. كنا 41 حزب حاليا بقينا كم 10 أحزاب ثم تضاءلنا إلى 6 أحزاب ثم تضاءلنا إلى 4 أحزاب. هل هذا منطق؟ هل السيناريو المتوقع أنا مزيد من الاحتقان أم السيناريو مزيد من المشاركة؟ السيناريو إذا انتهى إلى ما انتهى إليه الأمس مساء من حظر التجول ثم عودة الاستقرار ميدان العباسية ثم ميدان التحرير حاليا في استقرار. لو فضل هذا الاستقرار 20 يوم الخير سيأتي إلى مصر بعد مجيء رئيس قادم والاستقرار هيكون أشكرك شكرا جزيلا. أنا عايز أقول بس من الظلم أن نحمل حزب الحرية والعدالة حالة عدم التوافق التي يعني قلت من كم 40 حزب إلى الأقل. النقطة كانت تستحق فقرة لوحدها. وأشكركم شكرا جزيلا اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربية الاشتراكي وعضو مجلس الشعب. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك أيضا دكتور محمد عماد الدين عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا أشكركم أنتم أيضا على متابعة هذه الفقرة. إلى اللقاء.